اخر جزء بقى في الدرس بتاعنا بيقول لك locate any element in the periodic modernity table. ازاي نقدر نحدد موقع عنصر في الجدول الدوري؟ نمبر ايه بيقول لك the atomic number، العدد الذري of the element we are distributing. distributing دي يعني توزيع the electron on the energy levels. يبقى اول حاجة العدد الذري هو عبارة عن ان احنا هنوزع الالكترونات في مستويات الطاقة، هو عدد الالكترونات اللي متوزعة في مستويات الايه الطاقة. طيب يبقى احنا العدد الذري ده هنوزعه الاول في مستويات الطاقة اللي هو بيمثل عدد الالكترونات. distributing دي يعني توزيع. number b number of energy level determine the period number، عدد مستويات الطاقة اللي هو number of energy level يعني عدد مستويات الطاقة. determine يمثل لي البريود نمبر اللي هو رقم الدورة. ونمبر اوف ذا اوتر موست شيل انرجي ليفل ديترماين ذا جروب نمبر، وعدد الالكترونات اللي موجوده في المستوى الخارجي مستوى الطاقه الاخير الشيل انرجي ليفل ده بيمثل لي الجروب نمبر رقم المجموعه. يبقى عدد مستويات الطاقه ده بيمثل لي البريود نمبر اللي هو رقم الدوره، وعدد الالكترونات اللي في المستوى الاخير خالص ده بيمثل لي الجروب نمبر رقم المجموعه. تعالوا كده ناخد مثال عشان يوضح الامر ازاي احدد عنصر. اكسرسايز 1 بيقول لك ان element lies in group، مديك موقع هنا العنصر بيقول لك واقع في 3B and period واقع في الجروب 3B المجموعه الثالثه والبريود 4 والدوره الرابعه. طب البريود دي معناها ايه؟ معناها الليفل مستويات الطاقه انرجي، وال3B دي معناها ايه؟ معناها الالكترونات اللي في المستوى الاخير. يلا بقى كده بيقول لك منشن اذكر ات كايند نوع العنصر اند ان ويتش بلوك ات لايز والفئه اللي بينتمي اليها. يبقى اذا العنصر ده 3B ده لما اجي اوزعه هوزعه ازاي؟ المجموعه الثالثه يعني في المستوى الاخير 3 واربع مستويات، هنحط اربع مستويات كي ال ام ان، المستوى الاخير في قلبه 3 وقبلها 8 و8 و2. يبقى 2 8 8 3 يبقى 10 8 18 و3 يبقى 21. طيب it is transitional element ده نوع عنصر انتقالي، transitional element يعني عنصر انتقالي and lies in D block، وينتمي لعناصر الفئة دي اللي هي منتصف الجدول. ليه؟ اللي عرفك ان هو B، لان انا قلت لك ان عناصر الفئة دي اللي في المنتصف بيميز الحرف B 3B اهو B جنبها. طيب طبعا ما عدا المجموعة نمبر 8 فيها الكولوم نمبر 8 ما فيهوش بي برضه. اكسرسايز 2 بيقول لك لوكيت ذا بوزيشن اوف ايتش ذا فولوينج، يعني بيقول لك حدد موضع برضه العناصر اللي هو مديها لي دي. المرة دي بقى مديني العدد الذري وبيقول لي هات لي موقعه. المرة الأولانية كان مديني الموقع وبيقول لي حدد لي عدده الذري ونوعه وفئته كده. المرة دي بقى مديني هو عدد الذري بيقول لي حدد لي موقعه في الجدول الدوري. سهل خالص، الهيدروجين H1. طب يلا كده نوزع الواحد ده، تعالوا كده انا احللها تحت هيت اعملها لكم بشكل توضيح اكتر. ال H اهو الهيدروجين العدد الذري بتاعه النمبر بريودك 1 والبريودك ويت 1. تعالوا نوزع اللي تحت اللي هو النمبر بريودك او البريودك نمبر، هياخد واحد الكترون المستوى K هياخد واحد الكترون. يبقى اذا هو ده دورة واحد مجموعة 1A. طب يبقى ده موقعه. طيب عندي العنصر اللي بعده يبقى ده كده هنقول له بريود 1 يعني دورة اولى جروب 1A المجموعة 1A. طب تعالوا كده ناخد النيون N 10 N 10، تعالوا كده نوزع العشرة. النيون هنا N 10 نوزعها، مستوى كي ياخد اتنين، مستوى كي لا يتشبع بأكتر من اتنين، اتنين اتنين نشيلهم من العشرة يبقى كام؟ تمانية، ياخدهم المستوى اللي بعده ال، يبقى اتنين تمانية. وزعتهم في كام مستوى؟ في تو مستوى ليفل، تو ليفل مستويين. الليفلات دي بتمثل البريود نمبر رقم الدورة، يبقى دورة اتنين طالما هما مستويين. والمجموعة هعرفها ازاي؟ اجي في المستوى الأخير وأبص على الإلكترونات اللي فيه كام؟ عندي تمانية. يبقى مجموعة 8A يبقى 8A اللي هي 0 يعني المجموعة الصفرين. يبقى اذا هنقول ان النيون بيقع في البريود 2 الدورة التانية الجروب 0 المجموعة الصفرين. طب نشوف الفسفورس،
الفسفور اللي هو فيه 15 15، تعالوا كده نوزع ال 15 اهي، الفسفور فيه 15 15 نوزعها. مستوى K ياخد 2، ما بياخدش اكتر منها. مستوى L ياخد 8، 2 و 8 10، نشيلهم من ال 15 يبقى 5، ياخدهم المستوى M. ال 15 دي اتوزعت على كام مستوى؟ اتوزعت على 3 مستويات، يبقى الثلاث مستويات دول بيمثلوا رقم الدورة. يبقى اذا ده عندي 3 مستويات، يبقى دورة تبقى رقم الدورة 3 3. والمجموعة اعرفها ازاي؟ ابص على الالكترونات اللي في المستوى الاخير، اخر مستوى خالص عندي اللي هو هنا M، ابص على الالكترونات اللي فيه 5، يبقى مجموعة 5، يبقى دورة 3، عدد مستويات الطاقة 3، يبقى دورة 3، والالكترونات اللي في المستوى الاخير 5، يبقى مجموعة 5، يبقى الفسفور واقع في الدورة الثالثة المجموعة 5، يبقى الفسفورس واقع في البريود 3 الدورة الثالثة جروب 5 في المجموعة 5. ناخد اخر عنصر معانا اللي هو الكالسيوم 20 20، تعالوا كده نوزع على 20، يبقى المستوى كي ياخد 2، المستوى ال ياخد 8، 2 و 8 10 لسه معايا، يبقى المستوى ام ياخد 8، 2 و 8 10 و 8 18، شيلهم من 20 يبقى 2، ياخدهم المستوى ان. يبقى اذا ال 20 دي انا وزعتها على كم مستوى؟ توزعت على 4 ليفل، 4 مستويات. يبقى مستويات الطاقه الليفل انرجي دي بتمثل البريود نمبر رقم الدورة. يبقى انا عندي الكالسيوم واقع في الدورة الرابعة بريود 4، والمجموعة بعرفها ازاي؟ ابص على المستوى الاخير في قلبه كام الكترون، هلاقي ان في قلبه 2 الكترون، يبقى واقع في المجموعة التانية، يبقى واقع في الدورة الرابعة لعدد مستويات الطاقة والمجموعة التانية. طب يبقى هنقول له بقى ان الكالسيوم واقع في البير 4 الدورة الرابعة والجروب 2A المجموعة 2A. طيب عندي بعد كده اكسرسايز 3 بيقول لك كالكوليت ذا اتوميك نمبر، يعني احسب العدد الذري اوف ايتش اوف ذا فولوينج من العناصر الاتيه. يجي بقى السؤال التاني يقول لك ايه؟ يجيب لك هو الموقع ويقول لك هات لي عدد الذري. element x عنصر x exists in the second period، يوجد في الدوره الثانيه. second period احنا قلنا الدوره يعني مستويات الطاقه، second period يعني اتنين مستوى، مستويين. يبقى هنيجي نكتب اكس هو اللي مديهولي الاليمنت اسم العنصر واقع في الدورة التانية. يبقى second period دي بيمثل ايه؟ قلنا بيمثل مستويات الطاقة، البريود بيمثل مستويات الطاقة، second يبقى اتنين مستوى، اهو ارسم اتنين مستوى K و L. وجروب 7A الجروب دايما هو الالكترونات اللي في المستوى الاخير، انا عندي يبقى هكتب في المستوى الاخير 7 اهو، اجي جاري اكتب في المستوى الاخير 7 وقبلها اوتوماتيك المستوى كي بياخد 2، اجمع 2 زائد 7 2 بلس 2 بلس 7 يدينا ايه؟ يدينا 9 9، يبقى عددك الذري هي اكس هو 9. طيب عندي بعد كده العنصر واي element واي اكزيست يوجد ان ذا ثيرد بيريود الدوره الثالثه، يبقى معناها هكتب واي واكتب جنبها 3 مستويات طاقه، ارسم 3 مستويات لان بيريود ثيرد بيريود. وجروب 0 والمجموعة الصفرية، يبقى معناها هكتب في المستوى الأخير المجموعة دايما تكتب في المستوى الأخير، هكتب 8، 0 دي يعني المجموعة التامنة، قبلها أوتوماتيك يبقى في 8، قبلها أوتوماتيك يبقى في 2، نجمعهم 2 و8 10 و8 18 اللي هي 18، يبقى 18 يعني 18، يبقى عددك الذري يا واي هيبقى 18. تمام كده سهل خالص وبسيط. طيب كده الدرس بيكون خلص يا سنة تانية، دي اهم الكلمات اللي جت على الدرس، احفظ الكلمات كويس وان شاء الله انا هرفعها لك برضو على صفحتي والجروب بتاعنا على الفيسبوك. وهنزل لك الملازم اللي انا بشرح منها، دي الملازمة اللي بشرح منها هنزلها لك، بس انا دلوقتي بعدهم وبجهزهم ان شاء الله هرفعهم قريبا جدا، فشارك معانا كده في القناة عشان يوصلك كل جديد عنها. اضغط سبسكرايب وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.